رجعنا لكم طبعا في برنامج الويكاند الجزء الثالث والاخير من حلقتنا اليوم. نستهلوه بشكون كالعاده؟ نسالوه بنزار النيفر وفقره تي ديسكاونت. واش شري واش خذي وعلى شنو هو باش يحكي لنا؟ تكتشفوه من خلال التقرير هذا. اقوى سيرفيس كليونتيلو، اقوى سيرفيس ابري فونت ما تلقاو كان في تي ديسكاونت. بيان سور تي ديسكاونت الشرقيه لهنا فين اكبر شوروم في تونس، فين فما اكثر من 10000 ارتيكل. حبوا تعرفوا افر اليوم اقعدوا معنا، احنا راجعين. وكما قلنا لكم احنا في تي ديسكاونت باش نحكيوا على افر جديد. وشكون باش يحكينا على افر اليوم؟ عروستنا ليليا. تحبوا تعرفوا حكايه العروسه؟ تابعونا بروجيمون تفهموا حكايه عروسه ليليا. مرحبا بك يا عروستنا. عسلامة نزار. صافا؟ صافا. شنو باش نحكيو اليوم؟ اليوم جينا باش نحكيو على سوربوتير دو لا مارك ماجيميكس. اي. فيكو سخانة وصيف وكل شيء، دونك فما برشا دي بارون يروحوا من الخدمة ويدخلوا باش يهزوا ولادهم يشريوا كلاس وكل. دونك جبنا لكم سوربوتير دو لا مارك ماجيميكس. معناتها سوربوتير هذه باش تفهموا نوضحوا التصوير للعباد، هذه تعمل كلاس. اي. كلاس هيلثي وفي الدار. لي مامون اللي يحبوا يعملوا كلاس لولادهم ما يحبوش يخرجوا لبرا ويشيو كل حكايات الكوميرسيال برشا، وتعرف الكوميرسيال فيه برشا سكر وكل. لي مامون يعملوا الكلاس وحدهم في ديارهم. حاجه نظيفه وفي اسرع وقت، ميم با 15 مينوت 20 مينوت تلقى روحها سافا عامله كلاس. اون بليس لا كونتيتي تستعمل برشا. اي تهز حتى 1.5 لتر، دونك تعملنا كونتيتي بالكدا معناها مش كان لولادنا كهو لينا ولولادنا. بيان سور الكل يحبوا الكلاس نورمال. والكولور بتاعها مزيان برشا اللي هو ديسبونيبل في كولور روج، روج بوردو. ياسر مزيان كما لو فيه ويمشي بضالي مع الكوجينات الكل. يمشي مع الكوجينات الكل، يمشي حتى مع لي كولور الكل. والغارونتي بيان سور، انا غارونتي نتاع عام. الغارونتي عام. وديما ديما كالعاده نحبوا نعرفوا السوم في تي ديسكاونت، قد ايه سومها السوربيتير هذيا؟ ب 374 دينار هكا هو. 374 دينار من نلقاوه كان في تي ديسكاونت، علاش؟ خاطر تي ديسكاونت احسن سوم في تونس وتي ديسكاونت مريقة. دونك للناس اللي تسال وين تي ديسكاونت موجوده في الشرقيه، هي اكبر شوروم موجود في تونس الكل. امشيو سيغ بلاس، اكتشفوا ش عندهم منتوجات، ش عندهم جديد، ش عندهم بروموات، والا من خلال لوغ باج فيسبوك انستغرام والا السيت ويب نتاعهم، وباش تلقاو اكيد احسن الاسوام وافضل الجودات. خلينا احنا نمشيو ديريكتومون توا مع ضيفنا دونك سليم سعد. سليم سعد، نبداو من سليم. اش خير من سلام؟ سلام ولا اسلام ولا سلام؟ سلام 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 يا صاحبي. سلام يا صاحبي. دونك مسيرة محترمة سليم، برشا ناس ممكن ما تعرفكش، لكن في الساحل انت ساعة مشكور، جيتنا من سوسة رغم الإصابة، عنده إصابة صغيرة كرياضية. خلينا في الفرحة. دونك خلينا في الفرحة، ما شاء الله باللطف عليك، ان شاء الله لاباس. رغم هذايا انت ارتبطت معنا وعطيت كلمة، دونك كنت عند الكلمة نتاعك، يعطيك الصحة. نحكيو على سليم للناس اللي ما تعرفوش. سليم سعد فنان. بون عندي مدة توا لاباس، ننشط، عامل اللي عليا كيما الناس الكل. والحمد لله. تنتج؟ ننتج اي على حسب امكانياتي طبعا. وكاهو ان شاء الله جاي خير. شو عملت قبل ما تمشي للغناء؟ عملت تياتر ظهر لي سليم. عملت هيك الكل، معناها بين الموسيقى وبين المسرح، معناها البدايات الكل. وبحكم اللي الموسيقى يمكن اسهل ممارستها، معناها المسرح ديما تبدا مربوط بدي، معناها يلزم ديما فما جروبات تخدم معاهم تتعامل معاهم وكل. احنا ديما تلقاها معناها المجموعات نتاع المسرح ما تدومش برشا، اشهر من بعد وفات جروب اخرى من بعدك. فالموسيقى كانت اسهل لي معناها في الممارسه. يعني انت اختي قلت انا باش نكون ارتيست، اجا نلوج على روحي ساعه انا وين؟ جربت المسرح، جربت الغناء، بعد قعدت تقيس انا هو اللي باش كوميرسيال اكثر. نقولوا احنا بصراحه صحيح ما فيش نقاش، اما هو مثلا ما تنجمش تربط روحك في حاجه على خاطر هي معناها تقول انت جربت وجربت. لا، احنا المفروض علينا اللي نكونوا ملمين باي حاجه عندها علاقه بالفن. معناها توا احنا في تونس يمكن الاختصاص اكثر من اللازم، مثال تلقاه يغني يعرف كان يغني، بار كونتر في مصر تلقاهم يتقنوا التمثيل، يتقنوا الشعر، يتقنوا الالقاء. برشا مغنين ولا ممثلين ينشطوا مليح وناجحين في الحاجات هذيك. فهمت؟ ما فماش علاش باش الواحد ما يكونش ملم ويعرف روحه، بما اني حاجه عندها علاقه بالفن ما فماش علاش باش ما يكونش عنده فكره عليها. فيديا عندك شغل مركزه فيديا. قاعده نسمع فيك خاطر توا كي قلت البدايات حسيتك بلفطنا شويه. بدايتك منين بديت؟ يعني احكي لنا على الباركور، باهي وينو الديكليك وين كان؟ باش نقول الباركور كيما اي تونسي عادي.
بدينا من المدرسة معناها كما نقولوا الكورال ومسرح نوادي الموسيقى نوادي موسيقى ونوادي المسرح كيف كيف في الليسي ومن بعد ومشاركات في المهرجانات الجهوية والإقليمية وكانت لي معناها مشاركات وخذيت فيهم جوائز فهمت ومن بعد اترقات الحكاية شوية وليت قريت كونسيرفاتوار عملت 3 سنين كونسيرفاتوار يعني أنت قريت كونسيرفاتوار أي عملت 3 سنين كونسيرفاتوار نعزف ساكسوفون فوالا كيف كيف من بعد تطورت شوية الحكاية أكثر تخصصنا أكثر كما نقولوا في الغناء كيف كيف تعلمنا كل شيء تبع الغناء فهمتك هل أنت توا في المرحلة اللي أنت ترى فيها روحك هل أنت تحس روحك في مرحلة احترافية أسكو أنت تعيش من الفن يعني وحياتك قائمة على الفن وإلا ما زلت أنت يكون عندك خدمة أخرى والفن حاجة تعمل فيها ما زلت في مرحلة الهواية شنو تقيم روحك شنو تشوف روحك أنا نشوف روحي تجاوزت مرحلة الهواية توا أنا فني محترف نعيش من الفن ولاباس معناها احنا في التيران معناها معروفين ولاباس ونخدموا الحمد لله يا ربي عندنا ناس معناها السوق نتاعنا معناها افراح عريس ليله كيما الفنانين الكل من كبيرهم لصغيرهم اللي يفرق اللي كونوا احنا مانيش معروفين اعلاميا معناها الاكثر اعلاميا برشا كيف فهمت برشا من صحابي ما شاء الله وكل ننتجوا باللي نقدروا اي شفت عندك انتاجات خاصه محترمه كانت لي مشاركات انا زاد فما بدايه اللي نسيت تو ما قلتهاش اللي بديت مع وليد بسباس ومحمد غضاب برنامج جولدن فويس عملوا في جوهره افان عدينا وقتها شهرين معناها برنامج وقتها ياسر تحفون هو برنامج اكتشاف مواهب فوالا كانوا اختاروا عملوا كاستينج اختاروا قعدنا 5 معناها في الاخر هيك 5 اللي عشنا ظروف كيما ستار اكاديمي كيما فوالا حسيت الشهره بعد البرنامج هذا الاذاعي فما حسيت الامباكت نتاعو هي هي اما نعرف اللي راه مش هذاك مش كافي فهمتها انا واحدة من الناس تعرفت عليك سلام نتفرج في جوهره اف ام تي في جوهره اف ام تي في دونك هذا الكليب نتاعك والله شدني الكليب راه في اون تري بون كاليتي ديماج اغنيه مزيانه لحن ايقاع حتى طريقه تصويرها واخراجها لو بروفيل محلي قلت والله كملت كليب للاخر قلت خليني نقرا انا اسم الفنان في الجينيريك ودخلت وعملت عليك ريشيرش سور فيسبوك وبعثت لك وخاطر بالحق الراب برشا شباب اليوم طموح كيفك يحب يخدم قاعد ينتج قاعد يصرف ولو اني نعرف انه الكليبات تتكلف برشا اخراج انتاج وتصوير وتسجيله في الاستوديو انت هنا كيفاش عامل انت عندك في رصيدك 4 اغاني كيفاش انتجتهم الاربع اغاني هذوما اول حاجه الاغاني هما كلماتي والحان مرتاحين من هذه حاجه احنا من اوغبيجي هذايا فوالا الحاجه الثانيه كيما نقولوا مثال كيما نقولوا ريشيرش في الارونجمون تتعب معناها كيما نقولوا تعوض الحاجه الماديه بانتي بتعب اخر فهمت مثال تعمل ريشيرش في الارونجمون وتشرط حاجات معينين باش توفرهم وتتعب عليها الحاجه اكثر من لازم الحاجه باش يعملها غيرك في جمعه ولا جمعتين تعملها انت في 3 4 اشهر بالنسبه زاده للتصوير وكل شيء كل شيء امكانيات ذاتيه معناه نحضر انا السيناريو نحضر كل شيء واش باش نعمل أيوة. لو بالضبط ونقفوا منا نمشي ونعمل روبيراجي وحدي يعني نعمل كل شيء نجيب اصحابي يجي باش نصوروا هكا وهكا موجودين مش ماهمش موجودين اما نحكي لك انت كيفاش تتخفف الحكايه كي باش تمشي انت مثلا المخرج معروف وكل شيء باش يطلب عليك مونطو معين بار كونتر انت تنجم تصور كليب كي من هكا بخمس ولا بعشر وفيهم اللي بلاش معناها جوست مصروفنا فهمتها هذه هي الحاجات اللي تدخل في الوي اما شنو هذاك الكل اللي انت تعب هذاك تحضره وحدك تكتبه وحدك تتلم اللبسه وحدك تعمل كل شيء وحدك فهمتها مش كل شيء مش كل شيء هو محليه اللي كنت تحكي فيه كله ياسر مزيان ومحليه الانسان يكون معمل على ذاته ومحليه الانسان انه ما يقفش ويقول لا انا من حد شيء نصنع كليب ونصنع اغنيه ونعمل حاجه محترمه خاطر الكليبات اللي شفناهم محترمين ومحترمين جدا كما كانت تقول صفاء في النواحي الكل لكن هذا ما يخليكش تقول توا وقيت مثلا باش انا لو شركه انتاج تخفف عليا الحمل باش انا نسعى اكثر مثلا للظهور ندخل اكثر للاحترافيه مانيش نحكي الاحترافيه انت توا انا كي نشوف عبد فريمون في اول سلم الاحترافيه
الاحتراف، نحكي على الاحترافيه في المخ، انه انا نغني وكهو يكون عندي شركه انتاج ونعرف اللي السوق زادة صغيره في تونس، اما فما شباب اللي قاعدين يلقاو في شركات انتاج. موجود اخزر واحد يكون واقعي، نجم نحكي برشا كلام مزين ومحليه ونخرج روحي في التصويره مريقله، معناها التصويره كذا، اما راه واقعنا مش هك. احنا ربي عندك حاجتين، معناها يا باش تسعى رزقك يا ربي كاتبهولك. احنا في تونس ما عندناش برشا، ما عندناش شركات انتاج بريسك. صحيح. فهمت، هذه حاجه. الحاجه الثانيه، ما حتى شركات انتاج سوريه يعني جوست اسمه برا فورم، انت تعمل كل شيء وهاني كذا. هاني معك شركه انتاج كوتا. هذه الحاجه. والحاجه الثانيه، حتى كان فما شركات خذات راهي خذات دي رابور، احنا لا، فهمتها، واسباب تجاريه ومعقوله ومنطقيه، معناه الواحد يفهم اللي السوق هكاك موجوده منطقي على الاخر. احنا شنو اللي نعملوا اللي انت تعمل انتاجك وحدك، فهمت؟ كان انت مثلا تعرفت مليح تولي تنجم تنتج اكثر وخير، وتنجم انت تخرج وتخرج الانتاجات نتاعك. السوق التونسيه خاطرها ضيقه في الانتاج كما كنت تفسر لنا، وضيقه براتيكمون في برشا حاجات اخرى، برشا فنانين شبان يمكن احنا في تونس ما نعرفوهمش، اما لبرا سورتو في, في 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 بلدان الخليج اللي توا ولات توفر بلاتفورم كبيره للشباب، عنا برشا شبان وفنانين وشابات تونسيين وتونسيات هاجروا على خاطر يلوجوا في فرصة ما أكبر. تخمم ما تخممش؟ لا ماشي، لا تعرف شنو عايش لحظي كما نقول. أنا شنو نحضر في غناية نحضرها، باش نصور توا التصوير، توا باش نعمل كذا نعمل كذا، ماشي كيك باش نكون واقعي، باش من كما نقولوا راهو فما برشا ساعات الواحد يحط تصويره في مخه ويقول لي كيما برشا، كيما يقول لك انا يا خويا تعرفش كيفاه، مانيش باش نخدم في تونس، شبيك باش نخرج لايطاليا نخدم نحرق. يا ودي اخدم يا ودي، ما تعرفش عليا، فهمت؟ نعمل اللي عليا باللي نقدر. واي فرصه تجي عارف روحي كابابل كوني نعرف نحسن استغلالها، فهمت؟ انت توا كيما في بدايتك التجأتي لبرنامج اكتشاف مواهب اللي هو اذاعي، ونعرفوا انه الاودينس نتاع برنامج اذاعي او الفيزيبيليتي نتاع برنامج اذاعي لاكتشاف المواهب ماهوش اسي يعني يعني كيف نقول اسي سوفيزون باش انت تتعرف او باش تاخذ امبلور او موان في تونس. لهنا ما خممتش انك في عوض تمشي لبرنامج اذاعي محلي لاكتشاف المواهب؟ فما اليوم برامج كبرى لصناعه النجوم وصناعه بنجوم. المواهب، شنو اللي خلاك ما خضتهاش المغامره هذه؟ يعني تنجم هنا تغارانتي انتشار عربي، انتشار محلي يكون اشمل واوسع. باهي من الاخر التجربه هذيا من الاخر التجربه هذيا خضتها، مشيت لكاستينج ومعناها وصلت كاستينج اكس فاكتور، معناها وصلت المراحل اللي باش نمشيو للبنان. كيما نقولوا عطاونا دات على اساس معناها باش يكلمونا نبعثوا الباسبورات فهمتها نسخ وكل شيء. من بعد ما كلمونيش علاش ما نعرفش السبب. من بعد تبدت الحكايه، تو الخمس سنين اللي فاتوا الاخرانيين وليوا بريسك بالتليفون، معناها اي بالواتساب يكلموا لهنا توانسه فهمتها. مثال يكلموا صفية تكلم برا فما نعرف كان فادية قوه علاقات، قوه علاقات في كل شيء، في اكثر الاشياء على ذكر ذا فويس او برامج يعني محترم وعندك كريتيفيتي. مش معناها اللي مشاو الحمد لله نورونا احسن وشرفونا على الاخر وكل شيء، ميت بقينا كانوا قبل يصير كاستينج تو ما عادش يصير، فهمت؟ ولاو هما زاد يسهلوا. زاد الكورونا زاد لعبت دور كبير في هذا. اما لي من قبل حتى الكورونا، انا قلت لك حتى في الخمس سنين ست سنين الاخراني. صحيح. صحابي حتى اللي مشاو مثل محمد بن صالح، تو احنا كنا في تمايورث مع طاهر جيزيني وكل. محمد حتى كي مشى لتركيا. من تركيا باش مشى للكاستينغ. على ذكر سي طاهر الجيزاني لهنا، نعرفوا احنا سيت اون ايكول طاهر الجيزاني، ايكون في تونس اليوم قامه، وبرشا فنانين اليوم عندهم سكسي رهيب ورهيب جدا غراس سي طاهر الجيزاني، اللي انا نقول له تحيه احترام كبيره ليه على خاطره اكتشف برشا مواهب شابه، وهو سبب صناعه نجوميتهم اللي من بعد تعرف انت على شنو نحكي. نعم لا علينا. لهنا تعاملك مع طاهر الجيزاني ابش نقول ما دزش معاك، ما وجهتش، بالعكس ما من بيا فوق ما تتخيل، وان شاء الله تويتي نهار هكا يكون ضيفك ولا حاجه ان شاء الله تويت تجبد الموضوع علي. بالعكس هو راني انسان بوليفالون، معني وين مش يحطني لاقيني، مش كل يتمثل مثلا احنا في تمايورث عندي غنيه اوكي صحيح، اما مانيش نغني فيها كوميدي ميوزيكال، نعمل فيها كل شيء اكثر من اكتينغ مهما يعني. كان الحكايه مين يمشي يدورني
كيما الطين هكا اصنع اللي تحب، فهمت؟ هو راني بوليفالون على الاخر ومن نبيع على الاخر، اش تبقينا؟ تبقينا معناها كيما نقولوا انا بري وحدي، اما نشاوروا في كل شيء، نتكلموا ناخذ رايه في كل شيء كيف كيف. اما قاعد نخدم وحدي وهو زاد كان عنده شراكه معينه، فهمت؟ واحد يحترمها ما فيش كلام، فهمت؟ ما تنجمش تفرض حاجات معينين. اكيد. نختموا اليوم حوارنا معاك بتجربتك في كليبات بالتي، تحيه كبيره ليه، برشا برشا. دونك هني ريتك كانك تلوج على كل الخيط الفتله الاولى اللي مش والله توصلك. والله بالصدفه. كيفاش؟ انا نعرف بالتي، معناها معرفه سطحيه. يعرفني بالوجه يمكن ونعرفه بالوجه. ميت باقينا جابش يخدم كليب خليني نروق. حب بروفيل معين. اللي خدم له الكليب باش الاخراج نتاعو اللي هو بيدو صور له يا كليب يا ليلي اللي هو محمد الميساوي. محمد الميساوي كنا في جمعيه اسمها تانيتار في سوسه نتاع فنون وكل شيء، يعرف معناها يعرفني في كوتي التمثيل نقولوا احنا. قال له خويا رول هذا صحيح معناها كيما نقولوا نتاع عبد شرير، فهمتها؟ ما قال له راهو بروفيل سلوما يمشي فيه. شاف التصاور وكل شيء، قال له خويا مالا وفاء خلينا نشوف مع سلوماكا، وعملنا ثلاثة كل قصة ثلاثة كليبات مع بعض. وسيبالتي سيبالتي ممن بي أنا كعبدي مثل مش ممن بي ما يعرفنيش في الموزيكا، فهمت؟ أيوة. مش داخلة مخه اللي أنا فهم في الموزيكا سافا، فهمتها؟ يقول لي كيفاش في البلاد هذه أنت ما تمثلش، كيفاش في البلاد؟ نقول له يا خويا اش باش نعمل أخي، ها كاستينغ تسمع بيا ماك ما تسمعش. سامحني علاش ما عملتوش فيتشورينغ أنت وبالتي بما أنك عندك طاقة يا خويا باش تغني؟ بلتي مش سهل فيتيرين اليوم نحكيو على تونس كاملة. تونس كامله تحب تعمل معاه فيتيرين، معناها انا العبد الفقير اللي ما نحبش نقول لك ستارات الكل شنو عرضت فلوس على بلتي باش يعملوا معاه، فهمت؟ زاد كيف كيف عنده ارتباطات مع شركات معينين وكل شيء. اكيد هذا ما يعنيش اللي هو وحده، فوالا هذا ما ينفيش اللي هو داعم معنوي ليا. يعطيك الصحه ويعطيك انت الصحه، واحنا باش نشوفوا كليب طبعا روحي وروحك في اخر حلقتنا اليوم للويكاند. يعطيك الصحه على قبول الدعوه، ان شاء الله باللطف عليك، ان شاء الله لاباس. نحترم فيك بالحق الكلمه اللي انت عطيتها، انسان ملتزم ومشكور سلام سعد. ان شاء الله يا ربي مزيد من التالق، كل ما عندك جديد. هو انا الجو اللي لقيته لهنا نساني في كل شيء بالحق. يا مرحبا بك ديما طول. ان شاء الله احنا خلينا نمشي وطبعا نشوفوا سبوت الخاصه بانتر ميبل قبل ما نمشي بعد الشفاء. كذبش اللي قال، في انتر موبل اسعار وموديلات تكذب العين ومرات.
للناس طبعا اللي تسال على انتر موبل مين موجود، موجودين في 14 نقطه بيع موزعه على كامل تراب الجمهوريه من بنزرت وصولا حتى شلقابس. دونك تلقاو دي شوروم، تلقاو فيها كل شيء، بيوت نوم، بيوت فطور، سالونات، ديكوراسيون، تلقاو فيها بيوت صغار وغيره وغيره، والاسوام اكيد في متناول الجميع. التخفيضات ديما موجوده في انتر موبل، الدليل الكبير موجوده طبعا، واللاتو الكبير والمهم ياسر انك تكمنج اليوم وقضيتك توصل لك اليوم حتى الباب دارك مع الديليفغور، وين يعملوا لك المونتاج ويركبوا لك كل شيء في وقت وجيز ووقت قياسي. دونك كي نقولوا انتر موبل طبعا نقولوا الاسوام اللي ولا في الخيال، ونقولوا الكاليتي اللي هي توب دو شي توب، وما ننساوش انها عندها اكبر شين دو برودكسيون في تونس كامله. دونك الشيء اللي خول لها وخليها اليوم تنافس اجود الماركات في الاسواق العالميه. مشكوره انتر موبل، ادخلوا على الباج فيسبوك انستغرام والا لو سيت ويب انتر موبل. نتعدى انا طول بحذا شفت هي عندها اخر تاب اليوم، نشوفوا شنو باش تعمل لنا في اخر تاب شيف. ميرسي بوكو، انا هوني بديت نحل في العجينه نتاعي، تشوف فيها قداش متناسقه ومزيانه، ما نحلهاش جويده ياسر، نحلها علو 6-7 ميلي ما اقلش من هذاك، خاطرها يلزم تكون الفوم تاعها كاينو جاتو. اذا كان حليتوها جويده ياسر تولي معجت، تولي كروستاتا، تولي تاخت، واحنا ما نحبوهاش تاخت. الوغ نجي هوني نحلها في الطبق هذايا، الطبق هذا بالطبيعة من عند السياغ، مشكور السياغ على المعون متاعو اللي موفر هنا الماتريال المزيان. السياغ تلقاوه في طريق بيربو رقبة كيلومتر واحد الحمامات، وإلا تلقاوه في المنزه واحد قدام مقابل البيسين متاع المنزه، غادي كتلقاو السياغ، تلقاو عباد ترشدكم سيختو على اللي تحبوا عليه الكل حاجة. معناها عباد من أخلاق ممتازة، بالهم واسع، يعطيوك نصيحة، حاجة فريمون ولا أروع من هذا. ألوغ هذيا نجي نحفف الحراف كما تشوفوا فيها هكي، مش لازم نقبلها قاحة على خطرها هي باش تنفج بطبيعتها. نجي وناخذوا العجينة هذه، أنا بالذمة العجينة حبيت نوريكم كيفاش نخدموها. الكروستاتا سهلة ياسر، راهي نحلوها مرة أخرى، لكن نحلوها ريكتانغولير خاطر هي اللي باش نعملوا بها الزينه اللي فوق الكروستاتا نتاعنا، لازم تكون وجهها مزين. الوغ ما نجودوهاش ياسر، كيف كيف نخليو لها شويه عجين باش نلقاو كيفاش نزينوها. ناخذوا المعجون اللي هو سيكام اللي فريز، ونجي ونعبيها بالمعجون، ما نعبيهاش فوق القيمه، نعبيها الكميه اللي لازمتها، معناها فرشه نتاع نص سنتي سنتي معجون، خاطر هي باش تغلي باش تولي جاتو كيما تشوفوا فيها هكي. فما اللي الكروستاتا يحبوا يحطوا يرشوا لها على وجهها شويه فاكهه، هذاك تقعد باقي، انتم احرار في اللي تحبوا تعملوه في الكروستاتا نتاعكم، لكن هي ديما كروستاتا تجي بالمعجون كيما تشوفوا فيها هكا. فوالا عبيوها بالقدا بالمعجون، لازم اوموان كوش نتاع نص سنتي، ان دومي سنتيمتر لازم. نجي نحفف الحرف هكا، اللي عنده رولات يكون احسن، اللي ما عندوش كيفي انا على خاطر الرولات ما تهلكت، نقعدوا نقصوهم هكايا. الكريمه زاده تقص، الكورنو يقص، كل شيء يقص. الوغ هوني نجي ونقص اون لاميل لي بيسكوي هذوما، نفس البيسكوي نتاع الفون دو تارت هو اللي يتقص هكا. انا كوشتي تسخن 180 درجة، ما اكثرش من 180. الوغ نجي ناخو البوند هذيا نحطها ونلصقها شوية في الحرف، نجي للي بعدها كيف كيف ونحطها ولصقها شوية في الحرف. أنا باش نطول عليكم شوية خاطر لازم نزينها كلها، نحط ولصق شوية في الحرف كيما تراو فيها. تبدأ وجهها سيوني، معناها هذاك علاش من الأول نحطهم ونقصهم، وهي من بعد بطبيعتها باش تعلى باش تولي كيني جاتو. سي ان جاتو، ماهيش معناها من الجاتوات، سي ان جاتو تاختو فات. نجي هوني ندورها شوية ونعملها اون لوزونج هكايا، ديما نقصوا الحراف. فوالا معروفه في يعملوها حتى ابراج
كبسكوي وألا يعملوها اون تارت. كل واحد كيفاش يحب يقدها الكروستاتا هذه. ميم الجاتوات المعروفة برشا في إيطاليا وفي ألمانيا وفي برشا بلدان، التخت كروستاتا معروفة ياسر ياسر، ومن اللي جاتو الناجحين أنا أذوما نهبطهم بالقداء، ومن بعد جوست نهبط نستوي الحرف هذا نهبطه شوية باش يشد بقعته، وكوشتي سخونة 180 درجة نحطها حتى لين الطيب تولي دغي بالقداء، وقتها نخرجها نخليها تبرد ونقصوها وتاكلوا بالشفاء. أنا نكمل طيب هذية ومن بعد نشوفوا طاولتنا كيفاش حضرت. ميرسي بوكو الشيف فتحي. احنا نتعداو ديريكتومون لعالم الجمال الطبيعي مع بيموغ الطبيعي مدام منير زايل. وصلنا لفقرة الجمال الطبيعي طبعا برعاية بيموغ الطبيعي ومدام منير زايل. مرحبا بك مرة أخرى. احنا في حلقة البارح قلنا اليوم باش نحكيو على برشا حاجات جدد. يا مرحبا بيك. يعيشك. مرحبا بيكم. مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات الكل. نساو رجال. نساو رجال. دونك خلينا في اول الحلقه نذكروا البارح ما ذكرناش بلي دو شوروم تاع بيموغ الطبيعي. عندنا الشوروم الام اللي هو موجود طبعا في المنزه 5 نهج الخلفاء الراشدين، تلقاو فيه لي برودوي دو بيموغ الكل. وعندنا زادك الكيف لو بوان فونت شوروم جديد اللي موجود في سوسه، موجود في سهلول شارع ياسر عرفات، اقامه ملكه. دونك بروميير ايتاج تهز راسك شويه في عركة ياسترا لونساني دو بيموغ الطبيعي، وبحذها طبعا لونساني متاع كهنة اونيفير بيوتي للمكياج البيرمانون للناس تحب تعمل السيلاسي، للناس تحب تعمل الحجامة، للعلاج بالإبرة الصينية، اللي يعملوا الكور امانسيسانت مع لي برودوي دو بيموغ ومعاه لي زاباري دو هايتيك اللي تلقاهم موجودين عند كهنة اونيفير بيوتي. معاهم الباتش هو فورفي كامل تعملوه مع كهنة. للناس اللي في تونس يحبوا يعملوا هذا الكل يجموا ياخذوا رونديفو من عند كهنة، كيتلم عدد معين نتاع دي باسيونت او حريفات يتاخذ لهم رونديفو في تونس وتجيهم على عين المكان تقوم لهم بالكور هذه الكل، اضافه لبرشا حاجات اخرى تنجم تقدمها لكم كهنه اونيفير بيوتي من دي بريستاسيون في المكياج بيرمانون. عندنا مزروبين في الريجي نخدم ليه نخدموني حافظه درسي ايرتون لقنهم وجوهم باهي ما شاء الله عليك. خلينا ناخذوا تليفون. اي ما نجمش نشد السوفل برشا باش نتكلم، دونك هي يعطيها الصحة واحنا بكل محبه طبعا باش تعاوني في الكلام. ماهيش مزيه لالا. خلينا ناخذ اول اتصال هاتفي. مزروبين في الريجي قالوا لنا عندنا تليفون مزروب. قولوا على السلامه. مرحبا. على السلامه اختي. مرحبا يا لالا. شكون معانا؟ عجبك معاكم منى. مرحبا يا منى. قولي منى شنو استعملت من بيموغ الطبيعي وكيفاش كانت تجربتك طبعا مع المنتوجات؟ والله انا استعملت للصدفية على مده عامين. صدفية كنتش كيما الصدفية لطف عليك. ايه عايشك والحمد لله عامين وارتحت نحات لي جمله واحده ارتحت الحمد لله. الجمعه اللي فاتت اي رجعت مشيت خذيت الماماتي للروماتيزم. روماتيزم والله شو نقول لك قسما بالله تخلفتني بالله. الماماتي كانت تمشي على الكنابي هاي تشد في الحيط، يعني معناها تبدا تمشي بالسيف بالسيف. استعملت على مدة جمعة على مدة جمعة قلت لها لا ساي باش نهبطوك للستاد انت ساي امورك واضحة. صحة وفرحة ان شاء الله فيه شفية لالا. دونك انت كي امنت بالبرودوي وجربته ولقيت نتيجة دونك اوتوماتيكمون كي أول حاجة شكيت منها اوتوماتيكمون لقيت روحك تمشي لبيموغ الطبيعي باش تجرب دوتر برودوي منه. هذايا ندل على شيء فهو يدل على لا كريديبيليتي وعلى التراسابيليتي وعلى جودة المنتوج اللي في برشا حاجات مش كان صدفية أو بوهيق أو برس أو شامبينيون، وإنما في برشا اختصاصات أخرى برشا يعاون برشا على تخلص من حاجات أخرى برشا عند اللي يشكي منهم الشخص. والله توا أنت اللي جبتوا الموضوع صفية سيغتو توا وقت الشد شوفو توا وقت تطيح الشعر. صحيح. دونك احنا عندنا اللي هو الويل دوغتي اللي خذاو سماو برشا الحريقه الحريقه العباد ولات تضيع عليه واللي تشريه وانه اللي ما تشريش. دونك احنا رجعني اكسترا غوبوس حاب نقول لهم حاجه بركه اللي لختي راهي ما تنبت كان في البلايص نظاف ومش اي حد راهو يلقى عشبه يمشي يغليها ويحطها في شعره. راهو ثم اعشاب يتحطوا في دوغري خاطر المره اللي فاتت سمعت معناها تعمل الكوجينه وتعطي في غوسيت نتاع الحريقه توقف تساقط الشعر.
أمان كل واحد يشد في خدمته، كل واحد يعمل اللي يحب، فما عباد مختصين ما يجيش تتكلم مع المقرونة على الدرشنية وبعد تقول للحريقة، الحريقة راهي ما تستعملش هكاك يا مدام بالمجد، راهو يفو لا تتحط في سيليزاتور وثم دغري معين تتحط فيه. والحريقة باش نقول لكم على حاجة بركة اللي فيها فيتامين سي اللي هو أقوى بخمسة مرات من البرتقال والقوارص. الخلف الحاجات أنتي أكسيدان أنتي 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 هذاك الكل موجود في وسطها، توقف تساقط الشعر وتنبت الشعر. وأنا كون جي في لا شيميوثيرابي افيك لي فيتامين كيا دودون بال بتاع الحريقة اللي كل يوم وكل 21 شعر ينبت بوسني يقول لي شتعب نقول له نعم في الحريقة. والحمد لله. والحمد لله دونك ماهيش حريقة واحدة وما ثم حتى بلونت راهو تهزها وتشربها ديريكت، راهو ثم دوغري معين نتاع سخانه تتحط فيه مش تقتل اكثر من ابخي تو. هذوما دي زيتود دي فورماسيون عملتوهم دونك. وتعرف اللي الحريقه اسمها صافي اسمها لا باغب بلانش. لا باغب بلانش. ثم برشا عباد تبدا تتكلم على الاعشاب ما تعرفش شنو اللي يعمل وما يعملش، ها تنحي تطيح شعرك، اسمها لا باغب بلانش ديجا وتبت كان في البلايص نظاف. اما راهي تتحط في دوغري معين نتاع سخان، ما تستعملش هكاك، خاطر كي تعطي وصفه كيما هكا للعباد غلي الحريقه وحطه وصب في شعر. انا قلت غلي الحريقه وتصب، يعني يلزم الفيه نتاعها في الاخر ما تتحصلوش عليها على خاطر بالطريقه اللي استعملتوها هذيك الغلطه، دونك لي زيفي ولي بيان في كل يتنحى. يعطيك الصحه. واضح. خلينا ناخذوا احنا اتصال ثاني. نقولوا على السلامه. مرحبا. الو على السلامه اختي. على السلامه لاله. شكون معانا؟ ساميه غسلاتي من تورسك. مرحبا بك يا سامية. قولي سامية شنو استعملت من بيموغ الطبيعي انت؟ والله الحق خديت تريتمون تاع صدفية. اي والحق الحمد لله يرحم والديها مدام منى. في ظرف قديش تفرهدت شوية من الصدفية؟ ليه معناتها خديت التريتمون عطاتني هي وقت ياكي 8 شهور معناتها نستعملوا التريتمون هذا. اي 8 شهور. ومن بعد الحق ما انت عملت 8 شهور لقيت نتيجه 100% الحمد لله. الحمد لله صحه ليك يا مدام وواصل ديما اقعد اون كونتاكت مع التيم مع ليكيب دو بيموغ باش كان فما اي تطورات طبعا توافيهم بها ويشوفوا لك حل طبعا. ميرسي على اتصالك مشكوره. دونك أيوة. الصيف صافي يلزم العباد تعرف كيفاش تتلهى بالبوم تاعهم في السخانه وفي بعد مرات ينزل نداء في الليل والكل. دونك راهو من الاول يلزم تعمل سبري باش تنظف الوجه باش تحل المسامات، بعد نجم تعمل السيروم وثم الاسكارغو اون كريم معناها انتي ليفت باش تشد انتياج وانتياج، ثم هذاك الويل دوليف اوكسيجيني، ثم لي سيروم، ثم اللي ينحي الغزاسي، ثم اللي ينحي لي غيت، حتى اللي باش يخرج وعنده عرس ولا اي عروسه نجم تعمله فوق المكياج، راهو يشرب ما يقعدش وسادون اني في اكسترا اوردينيغ معناها يخلي البو مشحوطه، واللي ماهوش ماكياج معناها ينجم يمسح وجهه ويستحفظ على البو بتاعه في النهار كيف كيف، يعمل السبري واحد اخر ويعمل ليكرون معناها احنا عندنا ايكرون اللي هو منه ايكرون منه انتي ريت يستعمل مره بركه في النهار، خاطر ريت حتى يوريو للعباد كيفاش يعملوا الكريمه. احنا الكريمه نتاعنا ما يتخدموش هكا خاطر فيهم الاسيد وفيهم الكولاجين وفيهم البيغل والكل، دونك احنا راهو نعملوا هكا نوريوهم كيفاش يعملوا لاكريم بالوقت معناها ان يطلعوا هذون اللي عنده شحمه يطلع معناها ورينا في الانستغرام المدام كيف ان ثم لولي اللي خرج اللحم كاتلي لي بوميت، ثم البوما ليفغ اللي فيها الكولاجين اللي هي تعمل الشفايف وحتى اللي عامل راهو الاستيتيك راهو سائد بوكو مش يطول في عمر يطول العمر معناها في اوضي يشدك اكونسيرفي لانجيكسيون فوالا يستحفظ لكم عليها يستحفظ عليها. وثم اللي حمر ثم جديد زاد كيف كيف باش تقعد تعمل لك ولا محالة لو انت قلت نحمروا به ولا الحمير، حمير في الصيف وفي البحر ما يجيش، ما قالش به ربي هذا ملون هكا حاجة خفيفة ملون وان بليس يقعد معناها تعوم تاكل
تاكل ومتاكل تتبلانجا ديما تتبرانجا. بما نحكينا على البحر وعلى البرونزاج على الاكرون تاع الشعر اللي هو هايل اي هذايا اللي هو اكرون بارفان بور شوفو افيك لودور جبليه بالاعشاب الجبليه فيه كيراتين يغذي الشعر يعاود يخدم الكيراتين في وسط الشعر ما يخليش الشعر تالفه يرطبها يهدها بعض مرات تلقاها هكا كيشيح الشعر عاده يبدا الكل مفيش هذا يبدا مسبسب. هو بوكلي ومسبسب تعمل يديك هكا يتعدى يا عيني تاع تصاور يعني فوالا تاع صغار وكبار ورجال ينجموا يستعملوه وان بلوس يعطي انيفي اللي هو يرعش بايتي ويتصور انت يبدا بايتي ويبدا يرعش راهو رجال ينجم يعمل منه راهو هكا شويه في دي ويعمل هكا ينجم يستعمله شويه مع الجيل اللي هو توا حتى في الصيف توا الجيل ينجموا راهو زراعه الكتان يغليوها ويعصروها ويحطوها في بو ينجموا يزيدوها شويه نوات كوكو ويخدموها هكا يعملوها في شعرهم هكا جيل ناتوري اي كاستيس من غير والحاجه المهمه ياسر ياسر انه هو حمايه من الشمس على الشعر كلنا نعرفوا لي في نتاع الشمس سورتو بماء البحر ولا ماء البيسين اللي هو كله كلور شنو تعمل في الشعر الشمس مع ماء البحر ولا ماء البيسين دونك هذه بروتيكسيون توتال والافونتاج انه 100% طبيعي طبيعي فوالا دونك البرودوي هذا توا موجود افيك توت لا غام نتاع لي غيد نتاع لو ريجينيراتور كابيلير مجدد خلايا توا ثم نتاع التنحيف تاع النحت نتاع الرقبه لو ديودوران راهو بالحق الصيفيه هذه اون ادوني بوكو دو كادو ماهوش حرام فيهم الحرفيه نتاعنا كيف كيف اللي باش يربحوا هذايا هذايا اللي باش يربحوا هذايا اليوم هو انا لا يربحوها الجمعه الجايه ما نقولوا كيفاش باش يربحوها عاد تفضل اللي يربحوها دونك تدخلوا تحطوا كومنتير على الفيديو اللي تلقاوه موجود على باج قناه التسعه والا باج بموج الطبيعي تكتبوا في الكومنتير لادريس نتاع سوسه اللي هي سوسه سهلول واحد دونك نهج ياسر عرفات اقامه ملكه بروميير ايتاج تربحوا معنا ليكرون سولير نتاع الشعر هذايا الخدود والشفايف زاده زدتوا هذا زدتوا لهم تو ايوا شا فوالا دونك هذا هاكا عندكم دو كادو مازالوا جدد نورمالمون احنا نستفتحوا بشويه فلوس مش حرام, حرام فيكم دونك هذايا هاكا باش تاخذوا كادو هذا ومع اللي حمر الخدود واللي حمر الشفايف اللي حمر الخدود هذا وين حمر الشفايف دونك هذايا انا سامو في بليزيغ راهو باش نهدي للحرفيه نتاعي لي كادو يعطيك الصحه قلبها كبير وديما تهدي لل دار كبيره ودونك ما تشتش عليكم الخير كل شيء موجود ثم جيل جديد زاد للوجه واللي يجينا جمعه كامله راهو عنده كادو اللي يشري طبعا اللي يشري بيان سور مرتينش مشينا مش حرام فيهم ما اون بو با دونك اللي يجي يشري من عندنا عنده كادو اللي هو بالصابونه هذه اللي هي ادغاتونت ومعموله بالعكرم العكرم اللي هو راهو هيك نتاع النحل نتاع البيت نتاع النحله ثم بلاصه منها اللي هي العكرم والعكرم راهو الي سوبر افيكاس بور لي كانسير معناها عافانا وعافيكم الله ينجموا ياخذوا منه شطر مغرفه يبدا ثم بودغ ثم كعابر في ماء سخون راهو سوبر اكسيلون والا الشيح انا راني جي بوكو ايدي افيك هذون مع لي ميدسان كونا فريمون حاجه باهيه برشا من هكا وهكا يعطيك الصحه لو الحمد لله نذكروا انه بموج طبيعي موجود في معرض صفاقس الدولي من 17 جوان حتى 3 جويليا وكيف كيف ان شاء الله لوفيرتور اوفيسيال لينوغوراسيون نتاع بوان فونت سوسه باش تكون نهار 2 جويليا حتى مدام موني تعرف شكون تستدعى يعني ماهوش مفتوح للعموم هو لا. اكيد باش يكون ويكلو شويه الحبايب الاصحاب وطبعا باش تلقاوها لينوغوراسيون موجوده في برنامج الويكاند في فيديو مسجل نوريكم كل اللحظات اللي شنعديوها مع بعضنا في الافتتاح كل مره اللي يحب يجي مرحبا يعطيك الصحه اي كيف عاد انت عندك برشا فانيت دونك مش ولي فما زحمه كبيره يعطيك الصحه مدام منيا ميرسي بوكو ليك دونك ما تنساوش انه في المعرض زاد فما لا بون بروموسيون فما الكادو زاد كيف كيف للناس باش تشري احنا ان شاء الله موعدنا يجدد بكم مع بيموغ الطبيعي دي روسيت ودي زاستوس جدد كيف كيف مع بيموغ ان شاء الله السبت الجاي ميرسي ليك مدام منيا قل لي اي حمزه ولد خمسه اللي هو في مونريال الى لو تروفي معناها في مونريال تونسي خذا التروفي ا 13 ans لو ميور
بوتور احسن هداف في موريال يا عيني، في موريال ينجموا يدخلوا على الانستغرام يلقاوه، وان شاء الله احنا نعطيو له اون بوتيت فيديو صافي. خاطر البارح بركه قال لي منيه وين الواحد عادي ميسيل فوالا اي لا تريزون فوالا اي لي تري كونتون فرحان. اما هو راهو سيت اون فيغتي بيان سور التونس، اما سيت اون فيغتي بور سون بير سا مير وانا وبور لا تونيزي اوسي اللي هو ولد تونس، وان شاء الله يكون يا ربي اكثر من كريستيانو. علاش هي ماهوش الحاجه ماهيش معجزه ماهيش مستحيله. هو ثلاثه هما ياسين وحمزه وخوخه الثلاثه ولاو يعملوا في الفوت، اما حمزه ربي نشكر ربي يوفقك. يعطيك صحه منى، ميرسي بوكو ليك. احنا خلينا نمشيو نختموا بحذا شيفه تحيه، خلينا نمشيو نفطروا. احنا شيفه عندك الكلمه. ميرسي بوكو البنات، انا عندي وعدي طولتي حضرت اليوم، عملت لكم سباغيتي على كاربونارا. المقرونه هذه معروفه ياسر، لكن العباد ما معناها ما تحاولش تعملها في الدار. انا سباكيتي نتاعي ورده نمرو 2، صمتهم حطيت العظم في الشقاله ركضته، يلزمها على الطل مقرونه، يلزم 3 أصفر عظمه وكعبتين عظم كاملين، تركضوهم تحطوا عليهم تفوحوهم بالطبيعه، يلزم يكون عظم فرشك بالقدا، تحطوا عليهم شويه من ماء السمطان تاع المقرونه، تبدا المقرونه تغلي. حطيت فيتو، حطيت فيه الثوم والبصل، تشتشتهم، حطيت لهم تشوريزو ولا اللي تحبوا انتم بيبروني تشوريزو اي شاركوتري تجيب فيها. حطيت خلطتهم، وقت اللي طابت المقرونه هزيتها سخونه وحطيتها فوق الخليط نتاعي، وحطيت عليها اكل ميلونج اللي عملته تشوريزو اي ثوم وبصل، وخلطتها في ساعه في ساعه باش ما يتيبش العظم. وتقعدوا اذا كان ناقصه شويه اونكتوزيتي تزيدوها شويه ماء من تاع السمطان، تحطوا لها جبونات، جبونات تاعي مريح بالطبيعه. انا حطيت لها موتزاريلا 3 فروماج، وحطيت لها شويه فومي، هذوما 3 بنين ياسر يجيو في وسطها مع الفوماج نتاع الشوريزو، حاجه فريمون بنينه ياسر. معاها هي عملت السلطه هذيا، سلاد دو طومات، مايس طومات، موتزاريلا، الموتزاريلا سوغيز بالطبيعه من عند مرياح. وريتكم طريقه سهله تعملوا بها سلطه، انا استعملت فيها زيت الزيتونه نتاع تن الموجة، واستعملت فيها تن الموجة، وحطيت لها جوست شوية بيستو حضرته بالميني أشواغ غوسالوبس. والطريقة سهلة، سلطة للصيف متميزة ماهيش متكلفة سورتو، وببساطة معناها تعشي بسهولة تامة، ما تقعدوش ياسر في الكوجينة. معها هذوما أنا حضرت كروستاتا، كروستاتا بتاعي حضرت لكن نتاع سيد المخرج مازالت تطيب. بجلت الكروستاتا بتاعنا اللي فيها فارينا سبيسيال جاتو ورده، فيها زبده، فيها عظم كعبة عظم كامله واصفر بتاع عظمه، شويه ملح، 3 باكويت سكر فاني سمارت شيف. هذوما لميتهم، الزبده نتاعي مريح، لميتهم الكل العجينه كيما الباتسا بلي. وريتكم الطريقه نتاع عاملينها، تيب في كوشه سخنتها 180 درجه، سورتو تدهنوا لها وسطها بالقدا بالقدا بالمعجون نتاع الفغيز. انا اليوم اخترت الفغيز، واحنا نشوفوه كي تيب ما عادش يلصق المعجون، يولي امبيكابل، ومنها جاتو، منها تاخت، حاجه متميزه للصيف. نقعد كان باش نستنى الضيوف يجيو يذوقوا. انا نشكر مزودينا على المنتوج المزيان اللي موفرينه لنا. نقول لكم بون ويكاند وبسلامه. ميرسي بوكو الشيف فتحي، اكيد في الاوف باش نجيو نعملوا ديغوستاسيون بحذاك. طبعا نخليكم انتم طبعا مع الكليب نتاع سلام سعد. عندك ميرسيمون سلام تحب تعملوا؟ بالطبيعه نحب نشكر عائلتي واصحابي، اصحابي اللي في سوسه، اصحابي اللي في زغوان. نحب نحييكم ونشكركم برشا برشا على الاستضافه المزيانه هذيا، وهي هذيا تعطينا انرجي مزيانه باش للصيف وباش نعملوا برشا حاجات. الحمد لله دائما نشوفك احنا منور في الشاشه يا رب. فيديا دونك نجي الغوميرسيمون تاعي انا كي العاده نعمل الغوميرسيمون لو فلور دو ليس دونك على الميزون بوتي نوتر بارتنير اوفيسيال دوران لا سيزون. دونك فلور دو ليس موجوده في المنزهويت، موجوده اوسي في لاك 2، موجوده في المرسى. ونعمل زيد غوميرسيمون سبيسيال مها مدن، دونك مها مدن الي براتيكمون ان بو بارتو بحذاكم. ادخلوا على الباج فيسبوك انستغرام باش تتعرفوا على الكوليكسيون نتاعها، وباش تتعرفوا على لي بوان دو فونت الموجودين الاقرب لكم.
يعطيك الصحة فادي. أنا كيف كيف نحب نشكر فلور دو ليس على الميزون بوتي، تلقاوها في المنزه هلاك وتلقاوها زادة كيف كيف في المرسى، إكيب كاملة مجهولة ومحطوطة تحت ذمتكم. تدخلوا على الباج فيسبوك انستغرام، شوفوا لي برومو تاع العرايس لي فورفي المزيانين والأسوام اللي هما أمباتابل طبعا مع فلور دو ليس. احنا هكا يكون موعدنا يتجدد بكم إن شاء الله الجمعة الجاية في موعد جديد السبت الجاي، حلقة سبيسيال كالعادة من الويكاند. نشكر كل الحضور اللي كانوا معنا، نشكر المزودين والشيف تحية طبعا، نشكركم أنتم في برنامج الويكاند وين ما كنتوا، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا قلنا يتجدد السبت الجاي، ما تنسيوش غدوة حلقة سبيسيال من الماتينال مع المتميزة فاطمة سويد. باي باي الناس الكل، نتفرجوا في الكليب مع بعضنا. علاش ليه؟ سيكا هي العمارة وبسرها تزهينا. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة، غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. ما سمحت شيف، ما سهل هالبنة. كي تقول أوتيل بأفضل الأسعار تقول libertevoyage.com. هاي لانتور موبل ورايا. الله 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 الله، خينا في تونس عن هذا الكل ومن في بليشة. مرتاحة، أبيت قاعد خمسة عائلات. حنينة ومذهبة ذو قرن وعشرين. عمي ما حليها، أما هذه اللي اخترناها. حليها والله يا سيدي، مرتاحة الحق مرتاحة، كاني محشية بريش النعام. أما يا بنيتي ماك تعرف غالي علي وأنا ما نجمش بصراحة. عمي شو يا تحفونة يا تحفونة. مرحبا بك يا سيد فضل. قديش الصالة دي؟ مليون و 299. مانيش نحكي على الطاولة، نحكي على الصالة. إي مليون و 299 كهو. شوف عايش بنتي، أنا ما نحبش فادليك راهو، أعطيني الصوب. حاضر.
حاشا بابا، هذا هو سومة 1,299,000 كهو. كهو؟ أعطيني طوى فطوفي، طوى الخمسة، طوى وبيت النوم. بابا هذه بيت النوم اللي اخترناها. ملا خدمة، ملا ذوق، وملا فينسيون. هذا من ذوق 24، هذا ذوق 58. ملا راحة، ملا كومفور. اسمع يا ولدي، ده عندي بالكومفور، مش مبدل أمك.